النايه دابا يعطيوني تقرير باش نهز خويا نتي من النايه، وهذه راه غتكون فحال الطاسه يضحكوا علينا الاوروبيين مني غنهز انا خويا من بلاد اوروبيه راه خاصه نديها نتي البلاد ديال الاجانب الدواء راه ديالي راه مهزله. بغينا نعرفوا انا واش هادي من الصحه ولا مش زاره ولا شنو. زيرو معلم خاوي الموت البطيء وفاش حاكرين حطي لينا شيك، عطيناكم ثلاثه شيكات وباقيين طامعين في شيكات الاخرين، ودابا ملي هذا الطبيب ما تغوتيش ما تغوتيش قلت لي نغوت على حقوقي خويا تيموت هنا وموت تموت برا. البارح كان واحد الاهمال في المستشفى وان الوحده ونص وباقي ما كاين لا طبيب لا والو، ونادت الاخت ديالو نادت الاخت ديالو بان دارت بان فين هو الطبيب ما فين هو الطبيب ما فين هو الطبيب. اليوم فاش جينا تفاجئنا جينا مع 12 ونص قال لك حقا صافي راه مول الامانه تاعك ونطلبوا الله الله يغفر ليه والله يرحمه هذا الشيء ما كان. هذه هي اخر كلمه نقول لك والله الله ياخذ الحق فيهم وصافي. الاجراءات تنطلبوا العائله ديالو وتطلب من محمد السادس باش يعاون ياخذ معي الاعتبار لهذا السيد راه من جاليه في اسبانيا وجا دخل مسكين هنايا باش يعيد مع امه وراه قدر الله وقدره وانا لله وانا اليه راجعون. تطلبوا الله راه الاخت ديالو راه قالتها وراه تعاود تقولها تقول لك تطلب من محمد السادس باش ياخذ لها التحقيق ديال في الاخ ديالها كيفاش كانت الاجراءات ديالو تتوفى وتطلبوا عاش محمد السادس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.